استمر هذا الأمر حتى جاء عصر النهضة الفرنسية أو النهضة الأوروبية، وابتدأ هذا في الأصل من الأندلس بعد سقوط الأندلس، وسقطت غرناطة وآخر قصر فيها قصر الحمراء سنة 1492 للميلاد، وكان هذا العام هو نفس العام الذي خرج فيه كولومبوس، كريستوفر كولومبوس، واضح، من الأندلس أو من إسبانيا في عهد الملك فرديناند والملكة إيزابيلا، بعد أن أقنعهم بأنه يريد منهم سفينة يبحر بها إلى الهند، فعارضه من عارضه من القساوسة بأن هذا البحر هو بحر الظلمات ويمتلئ بالشياطين، ومن دخله لم يرجع، يموت فيه، وأنه ليس هناك عالم يعيش غيرنا. فقال لا، أنا أذهب، وأصر وأقنع الملك والملكة بفكرة، وهي أني إن ظفرت هناك بشيء من الذهب فسيكون لكم نصيب، النصيب الأكبر، ولي فقط قال الثلث أو الخمس، المهم شيء نسبة قليلة، والباقي للملك. وقالوا إن مت وهلكت استرحتم مني، لا تخسرون شيء. قالوا زيرو غيب. صار هو في نيته أن يذهب إلى الهند كما يقرأ في التاريخ عن الهند وغناها وكذا وكذا، لكي يحكمها أو يسرق منها إلى آخر. أخذه الموج وصل إلى الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي الذي هو إيش يعرف بعد بإيش، أمريكا، 1492 للميلاد. ووجد الشعب الأصلي من القبائل هناك، وعندما رأى ألوانهم تختلف عن الألوان التي يقرأ في الكتب، يعني الهنود فيهم سمرة شوي، ورأى هؤلاء يختلفون فسماهم الهنود الحمر، هم مهنود أصلا يعني، واضح. طبعا وجد عندهم الذهب، يعني حضارات ذهب، هذا كانوا يبنون بيوتهم من الذهب، والذهب ملقى على الطريق، فقتل الناس وأخذ الذهب، وفعل هذا باسم الصليب والنصرانية، ورجع إلى الملك والملكة بالغنائم. طبعا فرحوا وسعدوا بهذا، وبسط ملكهم، فبذلك أقنعهم أن يضيفوا إليه مراكب أخرى ليذهب إلى الهند الحقيقية. وعاد بعد ذلك جاء عن طريق غرب إفريقيا ونزل إلى رأس الرجاء صالح، ثم صعد مرة أخرى إلى أن وصل إلى القصة المعروفة، واضح. هنا لما رجع كريستوفر كولومبس، إذن بدأ عصر جديد في أوروبا. فرض كريستوفر كولومبس فكره بدراسة المنطق والجغرافيا، وكذلك سقطت قيمة القساوسة والكنيسة، لأنهم كانوا يقولون من يذهب هناك سيموت لن يرجع، وهذا الشياطين وهذا كذا، وليس هناك أرض، فتبين بطلان هذا كله. فبدأ إنشاء الجامعات والمدارس في أوروبا، وتطور الأمر شيئا فشيئا بالاكتشافات، بعدما درسوا الكتب الإسلامية في الأندلس وترجموها إلى لغاتهم، في علم الفلك، في علم الهندسة، في علم الطب، في الجغرافيا، واضح، في علوم كثيرة مختلفة. وبدأ اكتشاف الآلة البخارية والصناعة إلى آخر، المهم أنتم تعرفون هذا. الذي يهمنا من هذا الأمر أن المجتمعات الغربية بدأت تتغير، فبعدما كان المجتمع زراعيا أصبح المجتمع صناعيا، وأخذ الناس يهاجرون من الريف إلى المدينة لأجل العمل في المصانع واكتساب المال. طبعا هذا لا شك دفع كثيرا من الرجال للهجرة دون النساء، فبقيت النساء في البلد، منهن من تنتظر ولدها فلم يرجع، أو تنتظر زوجها فلم
يرجع، أو أنه يرسل إليها من بالقليل من المال، فزادت معاناتها لأنها أصبحت يعني تنفق على نفسها وعلى أولادها وأهل بيتها، وأصبحت عرضة للتنمر في المصطلح المعاصر، عرضة للإيذاء والتسلط من قبل الرجال الموجودين، ولا عائلة لها ولا حق. ومنهن من تبعت زوجها إلى المدينة فوصلت هناك لا تعرف أحدا. فتصوروا أن تصل امرأة وحدها في مجتمع كافر ظالم مادي، ماذا سيصنع بها؟ فبدأ الاستغلال الجنسي. وحتى من حصلت منهن على عمل في مصنع إنما كان ذلك بأجرة زهيدة استغلالا لها، فلو لم تقبل لماتت جوعا. منهن كثير من النساء لم تلقى زوجها أو قريبها أصلا، لأن زوجها التحق بكريستوفر كولومبس أو بالاكتشافات الجغرافية، والتحق بالجيوش بسبب الإغراء بالمال بالمشاركة في الاحتلال والاستعمار، وهؤلاء كانوا وقودا لهذه الحروب، فيموتون ولا يرجعون ولا يعرف أحد عنهم شيئا، وربما استقروا في بعض البلدان التي وصلوا إليها ولم يرجعوا. عانت المرأة بسبب هذا كثير، لكن تقدم الأمر وصار هناك اكتشاف علمي، و يعني الدين أصبح محتقرا للأسف الشديد، لأن الأوروبيين بسبب هذه القرون المتطاولة اقتنعوا في أذهانهم أن الدين هو سبب إيش؟ التخلف والرجعية والظلم والفساد. وأذكر قبل مدة ولا ما لازم أخبركم، خلاكم لا ما ينسى. طيب أذكر أيام دراسة في بريطانيا، أخذونا لزيارة بعض المعالم، قلت وذا أدخلونا إلى كنيسة، قلت أنت إيش حكم إدخال الكنيسة نسأل الله العافية؟ قالوا لا هذه متحف. قلنا نعم دخلنا، لكن حقيقة شيء عجب، بنيان ضخم ما رأيت مثله، في ضخامته في فخامته أيضا شيء رهيب. فظل ذلك المرشد ينتقل بنا بين مكان وآخر ويشرح لنا، فيقول للطلبة الزائرين كم تتوقعون استغرق بناء هذه الكنيسة؟ منهم من قال 10 سنوات، منهم من قال 20، استغرق 20 سنة، أكثر واحد فيما أذكر قال 40 سنة. فما كان جوابه؟ يقول لقد استغرق بناء هذه الكنيسة 240 عاما. وفعلا أولئك الذين بنوها من العائلة هذه موجودة إلى اليوم، يعني قبورهم موجودة هناك، هر الأول هر الثاني مع فاضل الأول الثاني الثالث إلى آخره، الواحد منهم يحكم ويبني شوية ويموت ويجي الثاني ويكمل وهكذا. وهذا ليس بغريب، لماذا؟ لأن رأينا نافذة في جانب من الجوانب غير موجودة، ومغطى المكان بألواح خشبية نسميها بليوت، هذه لا يوجد. ما هذا؟ قال هذه بدأنا عملية صيانة لهذه الكنيسة. فترون هذه الزجاج الموجود في الكنيسة؟ قلنا نعم. قال نحن يعني نبدأ صيانة هذه النوافذ، يعني تتكلم عن بناء مع طول هذه النافذة يمكن 20 متر في 5 متر، يعني شيء رهيب، أو 5 في 10 متر، نافذة الواحدة ضخمة فخمة. فيقول هذه استغرق تفكيكها 2 سنين. لماذا؟ يقول هذه الأشكال التي ترونها ليست عبارة عن صبغ مصبوغ فوق الزجاج، وإنما كل زجاجة هي بلونها من الداخل ومركبة كل جزء مع آخر ليتكون هذا الشكل. فاستغرق تفكيكها حبة حبة 2 سنين، وتنظيفها 2 سنين، وإعادة جمعها لتركيبها 2 سنة، يعني 6 سنوات فقط في نافذة إيش واحدة. كم يستغرق هذا البناء كله؟ فلما رجعنا إلى مركز اللغة أحد المدرسين يسألونا أين ذهبتم؟ قلنا صرنا مدينة يورك شمال إنجلند هذه،
ماذا رأيت؟ قلنا رأينا الكنيسة. قالوا هذا يعني أسوأ شيء، اتبعوا تروحوا الكنيسة. المجتمع الغربي يغلي ضد هؤلاء الناس، لماذا؟ لأن هذه بنيت في وقت الفقر والجوع والمرض الذي كان يعانيه هؤلاء الأوروبيون. هذه الكنيسة بنيت بعشرات الملايين، وكان الناس لا يكادون يجدون لقمة العيش. وعندما فتحوا الأقبية سراديب تحت الأرض وجدوا صناديق ممتلئة بالذهب مكدسة هناك كنوزا، بينما كان الناس يموتون من إيش؟ من المرض والجوع. ففعلا الشعب الأوروبي حمل حقدا على الدين بسبب هذه التصرفات. دع عنك الفساد، الفساد الخلقي أيضا لبعض من كان يرتاد الكنيسة ويقوم عليها، فكانوا كان اغتصاب واستغلال جنسي للنساء وللأطفال، وهذا الشيء مكتوب عنه كثير ولا زال إلى يومنا هذا. أذكر قبل سنين كنت أقرأ خبرا أن عدد قضايا الاستغلال والتحرش الجنسي المقدمة ضد الكنيسة البروتستانتية أو الأنجليكانية في أمريكا 5000 قضية في أمريكا، وهذا قبل سنين. شيء رهيب. وأذكر هذا من ضمن لما كنت أيضا كنت أتابع هذه الأمور لما كنا في بريطانيا، أن الكنيسة الإنجليكانية الأئمة البريطانية هي اسمها الأنجليكان تشيرش، طيب هذه اجتمع يعني قادة هذه الكنيسة فيما يقولون ويزعمون يتبعهم 70 مليون شخص على مستوى العالم، اجتمعوا للحوار والنقاش فيما بينهم، هل يقبلون بالقساوسة الذين يمارسون الشذوذ الجنسي في قيادة الكنيسة؟ يعني هل يبقى واحد منهم في قيادة الكنيسة وهو قسيس ويمارس الشذوذ الجنسي والعياذ بالله؟ يعني رجل مع رجل أو رجل مع طفل، واضح يتحاورون. كان من زمان هذا يعتبر حراما وهذا الشخص يفصل، الآن لا يتناقشون. وسمعت أخيرا أنهم قبلوا بسبب كثرة إيش؟ الفساد. نسأل الله العافية. أذكر إحدى النساء، إخوة ما لازم أخبركم ما يستفاد، طيب زين، إحدى النساء أتت إلينا في الكلية، وكان هذا يعني بداية القصة، وأستاذ كان يدرس هنا لغة إنجليزية في كلية الطب كندي، ما أعرف منكم من يذكره أو لا، كان هنا في الشرادي، ويذهب ليستحم في البحر قبل الفجر، واحد من كندا والبرد عنده عادي متعود على 50 تحت الصفر ولا كم، من قبل الفجر يوميا. يقول كل يوم اسمع واحد يذن صوت ايش هذا بيصرخ هذا، every day someone is shouting من هذا يصرخ كل يوم. علينا عرفت ان هذا اذان، يقول عجبني هذا الصوت، ودخل الاسلام سبحان الله بهذا. والتقيت بهذا الشخص اخبرت عنه واجريت معه مقابله مسجله في النشاط الثقافي معنا في الكليه، وأثناء الجلسة اتصل بأمه، رجل بسيط عادي، يقول يا أمي أنا الآن أقابل وكذا وأرجوك يعني تعالي زوري عمان. قالت زين بجي أزور. يقول سبحان الله، يقول يوم وافقت، يقول كنت أدعوها دائما وما بتعجي. الحمد لله ما شاء الله بقيت زين. على كل حال العشرة في النشاط، لكن أنت خلاص نجحت ولا أول كنا بنعطيك. انزين على كل حال، هذه المرأة سبحان الله جاءت إلى عمان ودخلت الإسلام، دخلت الإسلام. ولما أخبرت عنها قلت لهم تعال أنت هذا الرجل هو الأستاذ هذا أنت أمك تعالوا، قابلتهم اثنين واحد عن يمين واحد عن يسار، مرة أسأل هذا ومرة أسأل هذه وكيف دخلت الإسلام وليش وكذا. فذكرت لي تقول كنت أنا نشأت على المحافظة وأذهب إلى الكنيسة كل أسبوع، يعني من الجيل السابق،
وتقول قبل سنتين أتانا القسيس في الكنيسة وقال هذا زوجي، جاب رجال معه يقول زوجي. قلنا ليه؟ قليل أدب، ما فيك أدب يعني حربة، لكن محافظة يعني الرجال، وجاب واحد مع رجال وقذى زوجي. تقول خرجت من الكنيسة وكرهت الكنيسة وما رجعت سنتين ما صرت. وقلت إيش هذا؟ وجاتنا ورأت الإسلام وسمعت وقرأت. واحد البنات نحن معنا في الكلية، يعني بعض البنات يقول لبسي كذا سوي الحجاب كذا، مسكين من يومين داخل ستاب وعجوز عمرها 70 سنة، قلنا خليهم مسكين يعني مو لبس تلبس الحجاب والحاف وكذا. وقلت لها كيف وكذا، قالت أنا ما خلاص ما أريد أرجع، أنا هذه بلادي وأريد أموت هنا، ومسكين بعد 6 أشهر توفيت ومدفون هنا الآن في عمان، وولدها بعد سنتين أيضا مات ودفنوا كلاهما هنا. فعلى كل حال أقول هذا الذي وصل إليه أولئك الناس، وللأسف الشديد نحن الآن هنا بعض الناس في طريقهم إلى هذا من الفساد والانحراف. نأتي الآن إلى ماذا؟ إلى مرحلة، وهي أن قلت النهضة الأوروبية حدثت وصار اللي صار، فالناس تشبعت ضد الدين واقتنعت بالعلم وبالتجربة خلاص، واعتبروا الدين خرافة، وظهرت الحركات العصرية هذه والدولة العصرية، وشاركت المرأة في تلك الثورات وطالبت بالحقوق السياسية طبعا ومعها الحقوق العلمية، وانتشر هذا الأمر إلى أن وصل إلى إنشاء حركات نسائية للمطالبة بحقوق المرأة، فبدأ ما يسمى بالحركة إيش؟ النسوية. طبعا لما ظهرت هذه الحركة يعني انتصر لها كثير من النساء بل ومن الرجال بسبب الظلم الذي نال المرأة على مدى قرون، فلا يعتد بإنسانيتها. يعني في أيام عهد النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه وقع اجتماع في أوروبا للتباحث في القرن 7 الميلادي، إما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي أو بعد، المهم في القرن 7 الميلادي وقع اجتماع في أوروبا يتباحثون هل المرأة إنسان أم شيطان؟ أيوه. في اجتماع آخر قالوا إنسان، لكن هل فيها روح من شيطان ولا لا؟ أوه. بعد ما مقتنعين هذا هي قولا. طيب على كل حال إلى هذا الحد، إلى القانون الفرنسي أخيرا يعني يذكرون قرأوا عن هذا كثيرا، يعني مع ذلك ما نالت المرأة حقها، وإلى الآن لم تنل المرأة حقها حتى في الدساتير الغربية إلى الآن بعضها لا زال يذل المرأة، يعطيها أجرا أقل من الرجل، إلى الآن لا زال هناك استغلال لأنوثتها كما تعلمون، إن شاء الله سنتكلم عن هذا في وقته. طبعا هذه الحركات استمرت وقامت إلى أن ظهر ما يعرف بالنظام العالمي أو الميثاق العالمي لحقوق الإنسان 1948 للميلاد، وهذا عاد أكبر شيء وصلت إليه المرأة. طبعا بعد ذلك وقعت أو حصلت مؤتمرات هنا وهناك، واضح؟ يعني مؤتمر كوبنهاغن، أيضا مؤتمر القاهرة، مؤتمر في المكسيك، مؤتمر في الصين. طيب وهذه اتفاقية سيداو أيضا من أشهر الاتفاقيات في هذا، ربما نخصص لها يعني درسا حتى نتباحث عن هذا. على كل حال هذا ما جرى عليه الأمر في تلك البلاد الغربية. طبعا بعض الأشياء يعذرون فيها وبعضها لا يعذرون، يعني الكفر بالله هذا لا عذر لأحد فيه، انتبه. الفساد والحرية المطلقة التي طالبت بها المرأة في أوروبا، وإن كان بسبب الكبت الشديد والاستعباد ولا تعذر فيه، واضح؟ لأن الفساد هذا يعني يعاكس الفطرة، والإنسان بطبيعته غيور وأيضا حي وكريم، ولديهم بقية من الدين لكن
أصبح هناك نوع من الرغبة في الانتقام، فكأن كل شيء يدعو إلى الدين هم يريدون خلافه. إذا كان الدين يحرم الزنا قالوا إذن نبيح الزنا، إذا كان الدين يدعو إلى الحجاب الشرعي قالوا إذن المرأة يعني تتجرد من 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 لباسها وتفعل ما تشاء، وهكذا. فساروا على غير هدى، واضح. أما مسألة يعني إعطاء المرأة حقها من الحياة والعلم والكسب والتملك ونحو ذلك، هذا لا بأس به، بل نقول لهم نحن سبقناكم إلى هذا منذ أكثر من 1400 عام، فما أتيتم بجديد، واضح؟ طيب،